السيد الوزير المحترم، موضوع ديال الحوار في إقصاء لبعض النقابات لاعتبارات سياسية، في عدم مباشرة الحوار مع التنسيقيات اللي عندها مشروعية نضالية ميدانية، أنتم أمعنتم كحكومة في إهانة رجل التعليم ونساء التعليم بصفة عامة من خلال نظام أساسي مشؤوم، أبدعتم في إضافة العقوبات، عدم تحديد ساعات العمل، بناء عشوائي لمنظومة المهن والأعباء المهنية الإضافية، فضلا عن إخلافكم الوعود الانتخابية. قبل من الانتخابات كان الحزب ديالكم كتبجح بأنه غادي يلغي التعاقد وغادي يزيد لرجال التعليم 2500 درهم، ومنكم اللي قال بأنه ضربونا بالحجر إلا ما كانش هادشي يتحقق، فإذا به المغاربة وتفاجؤوا بأنه كانشي كله تبخر بسرعة. السيد الوزير المحترم، هذا المحضر اللي روجتوا ليه البارح بكفاءة بكثافة وصورته بانه المشاكل كلها تحلات ودرتوا فتح مبين والى اخره، هذا فيه اهانه اضافيه، لانكم اختزلتم المطالب ديال رجال ونساء التعليم فيما هو مادي، بينما الحقيقه وانه رجال ونساء التعليم كيطالبوا بالكرامه اولا، وخصكم تعتذروا لهم، وخصكم تسحبوا هذاك النظام الاساسي المشؤوم. السيد الوزير المحترم، هذا المبلغ ديال اضافه 1500 درهم صافي كزياده عامه فيه اخلاف صريح الوعود الانتخابيه ديالكم. هذا الدعم اللي انتم كتكلموا عليه السيد الوزير المحترم، الدعم كيجي من بعد انه الوليدات خصهم يكونوا قراو، ما قراوش على اش من دعم كتكلموا؟ لدرجه السيد الوزير نعطيك واحد النكته يعني مخزيه، انه في بعض المناطق جمعيه ديال تربيه المواشي هي اللي كتشرف على تنظيم الدعم، عمليه الدعم. السيد الوزير المحترم، لا سبيل اذا سمحتوا سي زهور، انا اللي كنسير، ايوا اسمح لي، تفضلوا سيدي. تفضل سيد الوزير المحترم، المدخل لاصلاح منظومه التربيه والتكوين، انتم اخلفتوا الموعد مع بانقلابكم على الرؤيه الاستراتيجيه وقانون الاطار. سيد نائب نتاع التوقيت، اذا التعقيب الموالي